السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الصحافة، الذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل، وحول ما يدور عن أبرز القضايا، كما نعرج على صفحة التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال أسبوع، وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع وهي الرسوم الكاريكاتورية. فأهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا، بداية قراءة لأبرز العناوين، عناوين هذا الأسبوع من موقع الأمنانت، ونطالع فيه: رئيس الجمهورية يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني، بريطانيا تعين سفيرا جديدا لدى اليمن، التحالف يجري تدريب قوات عسكرية استعدادا لتحرير البيضاء، ومدير أمن عدن يلتقي بوفد يمثل مكتب مفيد الأمين العام للأمم المتحدة لليمن. سيدو يدشن مشروع تنظيف وتأهيل مناهل الصرف الصحي بعدد من أحياء الصيرة، بدء ضخ تجريبي لمياه عدن الكبرى من حقل الروى في دلتا أبين، مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء تدشن مشروع النشاط الحيوي. وبالانتقال إلى موقع آخر وإلى موقع مأرب بريس، حيث علق بالعناوين الآتية، ومنها: تدشين مخيم طبي لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في مشفى مأرب العام، تدشين برنامج رواد الاختراع لطلاب الثانويات بحضرموت، رابطة الإعلام التنموي تنظم مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، اختتام فعاليات المنتدى الحضري الدولي التاسع بكوالالمبور بمشاركة يمنية رسمية وشبابية، تقرير أممي يدق ناقوس الخطر، 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية. وإلى موقع صحيفة عدن الغد، والذي كتب فيه عناوين عدة، ومنها: مدير البريقة يحضر حفل اختتام الفصل الدراسي الأول لجمعية الرحمة لرعاية الطفل ذهنيا، طفح مياه الصرف الصحي يغرق شوارع منطقة الممدارة بعدن، محافظ المهرة يتفقد سير العمل في مشاريع طرق وكهرباء ومياه بمناطق الفتك ودمقوت، ميليشيات الحوثي تهجر 49 أسرة من تعز. ومع موقع إخباري آخر نقرأ فيه العناوين الآتية، وهي من موقع صدى عدن الإخباري، حيث كتب فيه: اللواء شلال إحباط مخطط إرهابي استهدف مقر إدارة مكافحة الإرهاب بسيارتين مفخختين، ويثمن اتصال الرئيس هادي وقائد قوات التحالف العربي بعدن، المحافظ التركي يتفقد سير العمل في سد باتيس وقنوات الري بدلتا أبين، المبعوث الدولي يرتب مع الحكومة الشرعية إنشاء مكتب دائم في عدن استعدادا لتأهيل شبكة كهرباء عدن لاستقبال الصيف القادم. وإلى موقع الصحوة نت الإخباري، والذي كتب فيها العناوين الآتية، ومنها: يمني والمهجر يحتفلون بميلاد فبراير السابع وذكرى صعود هادي للرئاسة، 5 شهداء و31 جريحا حصيلة التفجير في عدن، والرئيس يوجه بكشف خيوط الجريمة، الطلاب اليمنيون في الهند يحتاجون للمطالبة بكشف ملابسات مقتل أحد زملائهم، نائب وزير التخطيط يوقع اتفاقيات أساسية مع 3 منظمات دولية. ومع موقعنا الأخير من فقرة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، نقرأ لكم من موقع يافع نيوز العناوين الإخبارية الآتية: هذا يصدر قرارا بإنشاء جامعة أبين وتعيين رئيس ونواب لها، منظمة الأيدي الناعمة تسلم معدات طبية لمكتب الصحة في أبين، محافظا حضرموت وشبوة يشاركان طلاب شبوة فرحتهم بتخرج من كليات جامعة حضرموت.
مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي وتحليل السياسي ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية من موقع صحيفة عدن الغد والذي كتب فيه الكاتب سالم لعور مقالا بعنوان الرئيس هادي ذكرى عظيمة لقائد شجاع وبان الجمل الاتحادي. يبتدأ الكاتب مقالته بتغني وفرح بالذكرى التي لا شبيه لها، فهي ذكرى غالية على كل اليمنيين، خلدها التاريخ وسطرها بأحرف من ذهب رجل المرحلة الذي لن ينساها التاريخ السياسي المعاصر. ويواصل كاتبنا مقالته: ذكرى ليست كأي ذكرى، ذكرى من نوع خاص لا تشبه كل الذكريات، مناسبة فريدة من نوعها لا تتكرر مرات متشابهات، ذكرى مبادلة الوفاء بالوفاء. إنها الذكرى السادسة لانتخاب هادي رئيسا للجمهورية والرجل الإجماع المحلي والإقليمي والدولي، الرجل الريفي الذي شاءت الأقدار له أن تنجبه بلدة الوضيع بالمنطقة الوسطى من ريف محافظة أبين، ليكون رجل اليمن الأول في تغيير مجرى التاريخ المعاصر لبلد احتكرتها لمئات السنين حكام طواغيت وجبابرة بقوة الحديد والنار، وأذلوا شعبها بالظلم والقهر والإكراه على تقديسهم وهم ليسوا إلا أصناما من بشر، رجل متواضع وإنسان بسيط وهادئ في نفسه الانفعالي، ولكنه الفارس المغوار الذي لا يهاب المنايا ويؤمن بقضاء الله وقدره، ليظهر وقت الشدائد والملمات بحنكته وحكمته وصبره قبل أن يتبوأ الحكم في بلد يتنافس على حكمها ثعابين في عهود الظلاميين والكهنوت وأحفاد زمن القرون السوداء التي أنتجت واقعا مريرا بالتناسخ الوراثي لحقبة 1200 عام من أصنام حكام ولاية بيت الفقيه، ونظرية الوصي التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما نحن فيه اليوم من عذابات وآلام هذه الفئة الباغية. وجاء هادي في زمن لم يبحث فيه عن سلطة ولا صولجان حكم، فأتته السلطة وقبل بها في وقت لن يتجرأ غيره على قبولها. يواصل الكاتب مقالته مستعرضا الحكمة الربانية ليزلزل هادي عروش الطغاة وأصنامها البشرية واحدا تلو الآخر، ويخلص اليمن من أسوأ عصابة حكم في تاريخ اليمن شماله وجنوبه التي عثاتت بالأرض فسادا ونشرت الحرب والدمار في اليمن. وأكمل كاتبنا مقالته قائلا: ست سنوات من اعتلاء هادي عرش الحكم لم تكن كباقي سنوات من سبقه من الحكام، حكام الفيد والنهب والسلب الذين حولوا اليمن وثرواتها مرتعا للصوصيتهم التي جبلوا على توارثها أبا عن جد من زمن عهود الإمامة والظلام منذ أكثر من 1000 عام. وجاء الرئيس هادي لينتزع كرسي الحكم من تلك الأصنام والثعابين البشرية ليصنع تاريخا حديثا لشعبنا اليمني لا مكان فيه لسلطة الفرد والجماعة الباغية، ولا مكان فيه للباطنية والدجل والتدليس ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. هادي الإنسان والرئيس المتواضع لا يتكلف صناعة الكلمات وتنميقها ليخدع مشاعر الناس، لم يقل يوما ما يسوء خصومه بلغة التهديد والعنجهية وبلطجية أشباه الرجال حين يتبوؤون كرسي الحكم، واستطاع رسم ملامح اليمن الاتحادي الجديد وتأسيس مداميكها القوية، ولم ولن يهدأ لتلك العصابة بال. ومرت 3 سنوات حرب، وما تزال تلك الشرذمة تحاول بكل السبل والالتواءات أن تنتج نفسها من جديد، ولكن ما نيل المطالب بالتمني. ويوصل الكاتب مستعرضا كيف تقلد الرئيس هذه السلطة وسط متناغضات كبيرة وعظيمة ومخلفات حكم استبدادي عاصف باليمن 33 عاما، وكيف نجح في استقطاب جميع القوى المتنازعة حينها، ووصل قائلا: هادي لم يطلب السلطة وأتت إليه صغيرة، وقبل بها في تحد بشموخ واثق الخطوة يمشي ملكا، ولسان حاله يلهج بالقول: لسنا دعاة الحرب، ونحن للحرب بعد أن فرضت على شعبنا اليمني. فواجه هادي ألعن مشروع طائفي تغلغل في منطقتنا العربية على مر التاريخ، وكان لها هادي،
وهزم مشروع دولة إيران الكبرى التي تهاوت على يد هازمها وقاطع رأسها في اليمن والخليج والجزيرة الرئيس هادي. معجزة القرن الذي أطاح بأكبر منظومة عسكرية وأمنية وطائفية في المنطقة العربية حتى صارت مراميها في خبر كان، وأسس بناء المشروع الوطني للدولة المدنية الحديثة اليمن الاتحادي بعد أن وأد مشروع المد الحوثي الشيعي الإيراني ومن لا زال يواليه في اليمن حتى اليوم. دعونا نحتفل اليوم بسداسيتي الرئيس هادي الذكرى السادسة لانتخابه بالإجماع رئيسا لليمن وبنجاح مشروع سداسيته من أقاليم يمن اتحادي خال من سلطة الفرد والقبيلة والبطنين ونظرية الوصي واحتكار السلطة ونهب ثروات البلد ودكتاتورية أنا وحاشيتي وبيتي ومن بعدنا الطوفان. اختتم الكاتب مقالته بوصفه للبصمات التاريخية التي وضعها فخامته لليمن وهي في أحلك الظروف وأصعبها، وبأنها بصمات غيرت وستغير مجرى التاريخ، حيث أنه قاد البلاد وتصدى للفكر الإيراني الفارسي المقيت، وقام باجتثاث هذا الفكر العفن بصموده وثباته ورباطة جأشه وصبره، حيث قال: سداسيتا هادي اليوم تحمل بصمات تاريخ جديد سيغير مجرى التاريخ محليا وإقليميا ودوليا، وعام 2018 كفيل بتحقيق طموحات شعبنا اليمني شمالا وجنوبا في إنهاء الانقلاب وعودة السلطة المنهوبة من قبل جماعات التمرد الإيرانية، كفيلة بالانتصار لدولة اليمن الاتحادي سداسية الأقاليم والتي باتت أمرا محسوما بإجماع الأقاليم والعالم خلف قيادة الرئيس هادي هازم إمبراطورية فارس في نسختها الحديثة اليوم. الوقوف مع الرئيس هادي من أبناء الشمال والجنوب والوسط والأطراف انتصار للإرادة الوطنية والانبثاق عهد جديد لليمن والإقليم وللأمن العربي والإقليمي والدولي، وانتصار لمبادئ وقيم التحرر والانعتاق من أكبر خطر موقوت يهدد الإنسانية جمعاء، ونشر الفكر الطائفي العفن والمتطرف ليس في اليمن بل في المنطقة العربية ككل. هنيئا هادي صمودك وثباتك ورباطة جأشك وصبرك من أجل شعبك في مناسبة كهذه المناسبة ذكرى توليك الحكم للعام السادس على التوالي، خدمة لشعبك البطل، وإن ضحيت في سبيل هذا المبدأ بالغالي والنفيس، وافرح اليوم كما يفرح معك أكثر من 20 مليون يمني بأنك صلاح الدين آخر في تاريخنا المعاصر، بوركت والنصر آت ولا ريب في ذلك بمشيئة الله أيها المقدام. مشاهدينا نواصل مقالات الرأي والتحليل السياسي، وهذه المرة من موقع يمن تلغراف للكاتب سامي حروبي مقالا تحت عنوان 21 فبراير ميلاد للحرية وانتصار للجمهورية، حيث سلط الضوء على يوم انتخاب فخامة الأب القائد المشير عبد الرب منصور هادي، ووصف يوم انتخابه بأنه كان يوما يتطلع إليه كل اليمنيين مستبشرين بغد مشرق لهم ولأجيالهم القادمة، واستطرد قائل المقال بهذا الحديث: احتكام اليمنيين لصناديق الاقتراع كانت شعبية الرئيس هادي تتزايد يوما بعد يوم، لأن تاريخ الرجل خال من الدماء والظلم استبشر كافة الشعب اليمني خيرا بقدوم هادي إلى سدة الحكم. كان فوز الرئيس هادي قد أزعج الكثيرين والذين كانوا يرون أن وصوله إلى كرسي الحكم قد يقضي على كافة الامتيازات التي كانت ترد إليهم من النظام البائد. استطاع هادي في فترة وجيزة أن يقضي على منظومة حكم عائلية جثمت على صدور اليمنيين لفترة طويلة، قام بهيكلة الجيش، ومن ثم استبعد أبناء صالح وأقاربه من كافة مرافق الدولة الحساسة، إلا أن قوى الشر والطغيان سرعان ما كشرت عن أنيابها وشرعت في التآمر على الرئيس هادي وعلى الشعب اليمني.
تحدث كاتبنا عن النضال العظيم الذي سطره الرئيس هادي آنذاك، حيث وقد بدأ في إرساء اللبنة الأولى ليمن اتحادي جديد يكفل كافة الحقوق والحريات للشعب اليمني شمالا وجنوبا، ويحفظ الفكر اليمني السليم السوي البعيد كل البعد عن الظلم وعدم المساواة الذي لطالما حاول أن يكرسها الفكر الإيراني عن طريق الميليشيات الحوثية في اليمن. وقال: كانت وصمة عار في جبينهم عندما تحالفوا مع الحوثيين نكاية بهادي وبمشروعه الوطني الذي كان يفضي إلى إحلال العدل والمساواة في كافة أرجاء اليمن. انقلبوا على هادي ولكنهم انقلبوا على أنفسهم، أرادوا الموت لهادي ولكن الله أراد له الحياة، غدروا باليمن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قتلوا الأبرياء فقتلهم الله شر قتله. كانوا يظنون أن بإمكانهم القضاء على هادي في عشية وضحاها، ولكن الله أراد أن ينجي هادي رحمة منه ورأفة بالشعب اليمني. أصر الرئيس على التمسك بالجمهورية والنظام والقانون وعدم الانصياع لقوى الشر لتمرر مشاريع خارجية وتحول اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية تعبث بالمنطقة برمتها. حمل هادي بين جوانحه هموم الشعب ومعاناة أمه، وكان أمينا وفيا لربه ثم لشعبه، وأبر باليمين الدستوري الذي أقسمه. وختم كاتبنا مقالته بوصفه لفخامة الرئيس هادي بأنه فخر لليمن والعرب جميعا، لأنه استطاع أن ينتزع حرية وكرامة شعبنا من مخالب المادة الإيرانية العفن. وختم المقالة قائلا: عشت يا فخامة الرئيس فخرا وذخرا لكل يمني، فقد استطعت إنقاذ اليمن وانتزعتها من مخالب الخونة الذين أرادوا تسليم شعب بأكمله إلى المجهول. واجهتك تحديات جسام، ولا زلت متمسكا بمبادئك وبشموخك وبعنفوانك، تريد أن ترسي السفينة إلى بر آمن رغم أن الكثيرون حاولوا خرقها مرارا وتكرارا وفشلوا في ذلك، لأنهم كانوا يدركون أن لديها ربان عظيم وأمين. عشت يا فخامة الرئيس هادي وحفظك الله، فأنت فخرا لكل العرب. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى موقع آخر، إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط، ونسلط الضوء على مقالة الكاتب سلمان الدوسري تحت عنوان: شهر من العملية الإنسانية في اليمن. وبدأ الكاتب باستعراض مراحل الدعم التي حظيت به بلادنا من جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الداعمة والمساندة لشرعية شعبنا وحقه في العيش الكريم، حيث قال: في 22 من يناير أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية المستشرية في البلاد بشكل حاسم، وتتضمن عدة مبادرات تشمل تبرعا لجهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ومشروعات لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وبرامج لتخفيض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق، وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى فتح كل المطارات. وقد قدمت دول التحالف لهذه العملية مليار دولار ونصف تبرعات لمساعدة الشعب اليمني، وكذلك ملياري دولار للبنك المركزي لتحسين سعر الصرف الريال اليمني. واليوم وبعد نحو شهر من انطلاق هذه العملية، يمكن القول أنها تمكنت من تلبية بعض من الاحتياجات الإنسانية للمدنيين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، كما نجحت في تحسين تدفق المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية والوقود والغذاء التي يحتاج لها اليمنيون عموما. حتى إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع بالتعاون مع قوات التحالف العربي إيصال المساعدات إلى المواطنين في صنعاء عبر عمليات الإسقاط الجوي واستخدام ظهور الجمال. فالتحالف وبالإضافة إلى مهامه العسكرية والاستراتيجية على قناعة بأن الحرب التي فرضها الحوثيون كانت لها آثار كارثية على المجتمع المحلي، وبالتالي ضرورة التحرك لتلافي تلك الآثار.
وصل كاتبنا الدوسري سرده لكمية المساعدات ونوعيتها وكيفية إيصالها إلى المستفيدين والمنكوبين، حيث تطرق إلى الانتهاكات التي تعرضت لها المنظمات والمساعدات من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية. أكانت برا بحرا؟ وواصل مقاله قائلا: بالطبع الأوضاع الإنسانية ازدادت سوءا بعد الانقلاب، ومع هذا فلا يمكن إغفال أنها كانت كارثية ومأساوية حتى قبل اندلاع الحرب ضد الحوثيين في مارس 2015. ففي عام 2010 قال برنامج الأغذية العالمي أن 31% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 11% في وضع صعب للغاية. ثم زاد الطين بلة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون بعد اعتراضهم أكثر من 85 سفينة مساعدات إنسانية منعت من تفريغ شحناتها، وأيضا فرضهم رسوما جمركية إضافية على الشحنات التجارية وناقلات الوقود التي تدخل مناطقهم. وفي أغسطس أفاد منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك عن تأخر الحوثيين في صنعاء في تسهيل دخول عمال الإغاثة، فضلا عن التدخل في تسليم المساعدات الإنسانية واختيار الشركاء في التنفيذ، وهو ما يعطي دلالة واضحة على عدم قدرة الحوثيين على توفير الحد الأدنى من إدارة الدولة اليمنية في الوقت الذي يتم فيه استخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم لتهريب الأسلحة القادمة من إيران، كما جاء في إعلان الأمم المتحدة هذا الشهر تقريرها النهائي لفريق الخبراء حول اليمن، والذي أثبت دخول أسلحة إيرانية إلى اليمن بعد فرض الحظر عام 2015، وهو ما قالت عنه الخارجية الأمريكية أنه يؤكد صحة مخاوف الولايات المتحدة إزاء تزايد سلوك إيران المزعزع للاستقرار وانتهاكات القرارات الأممية. وختم مقالته مستعرضاً للمساعدات والدعم السخي الذي لطالما قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، ولا زالت تقدمه لإخوانها اليمنيين بدون تردد وبدعم لا محدود. خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت ما قدمته السعودية والتزمت به من مساعدات 11 مليار دولار، وتستضيف مليوني يمني يعيلون نسبة كبيرة من سكان بلادهم في الوقت الذي تستمر فيه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات الحوثي ورفضها لأي حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني. فإن التحالف العربي بقيادة السعودية لا يكتفي بمسؤولياته عسكريا، وإنما يؤكد عزمه على التخفيف من معاناة اليمن بإطلاق عملية إنسانية تتجاوز تقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى معالجة الوضع الاقتصادي وتوسيعة الموانئ وإصلاح البنى التحتية، وهي رسالة بأن لليمن حلفاء حقيقيين يقفون معه ويساندون شعبه في السراء والضراء في الحرب والسلم، وليس كدول أخرى في المنطقة بعينها تتفرج على معاناة اليمنيين، وكل ما تتبرع به هو إشعال الفوضى وتحريض المكونات اليمنية على الاقتتال. مشاهدينا الكرام، نعرج إلى موقع صحيفة عكاظ ونسلط الضوء على ما قاله الكاتب أسامة اليماني تحت عنوان الجمهورية الإيرانية القادمة. واستهل كاتبنا مقاله باستعراض عدة سيناريوهات وتوقعات في حالة انهيار وزوال الدولة الملالية المستبدة التي جثمت سنوات طوال على الشعب الإيراني وحرمته من أبسط حقوقه في التعبير والحرية والفكر والتعدد السياسي والديني. وأكمل الكاتب اليماني قائلا: هناك العديد من السيناريوهات والتوقعات الممكن تصورها عن ماذا سيكون عليه الحال في إيران بعد زوال كابوس دولة الملالي وسقوط جدار الخوف الذي حطمته وهدمته شرارة ثورة الجياع التي ما لبثت أن ارتفع سقف مطالبها لتشمل مطالبات سياسية واقتصادية، مما تسبب في اهتزاز عرش الملالي في عقر دارهم وفي المدن التي في ظاهرها تدين لهم بالولاء كمشهد وخمين وقم وأصفهان، وسقوط خامنئي كرمز مقدس يتعدى أثره إيران بل ويمتد إلى خارج إيران ليعيد حسابات بعض من الشيعة العرب خارج إيران وبعض الشيعة في العالم، ليسقط مفهوم الدولة الدينية الطائفية التي قام عليها نظام الملالي الذي سطى على الثورة الإيرانية ضد الشاه،
يتصور البعض أن أفضل سيناريو وأحسن حل هو تعديل وإصلاح نظام الملالي القائم، وذلك بالاستجابة لمطالب الثورة الإيرانية، لأن المنطقة لا تحتمل التفتت والشتات. وهذا تصور في حقيقته غير واقعي، ولا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام الثيوقراطي الفاشي الإيراني الذي يقوم على فكرة أن المرشد يستمد سلطته من الله مباشرة، وأنه معصوم من الخطأ، فيستحيل لمثل هذا النظام أن يملك آليات الإصلاح من الداخل وأن يعدل ويصلح مساره. لا شك أن نظام الملالي أخذ ينحني للعاصفة التي في طريقها لاجتثاثه، وذلك بالاستجابة لطلبات المتظاهرين الاقتصادية والمعيشية، حيث أعلن أنه سوف يودع ما قيمته حوالي 12 دولارا لكل شخص سجل اسمه ضمن برنامج أسهم عدالة للمساعدات الاجتماعية. كما أعلن عن استعداد النظام لصرف سلف للزواج وغيرها في حدود تراوح بين 3,000 و2,000 دولار أمريكي. وتراجع المرشد الإيراني في خطابه، حيث صرح بأنه يجب الاستماع لصوت الناس والفصل بين مطالب الشعب المشروعة وأعمال التخريب وما إلى ذلك من تصريحات بهدف امتصاص الغضب الشعبي. واستعرض الكاتب في ختام مقالته معطيات الأنظمة التقراطية الدكتاتورية الفاشية وأن مصيرها إلى الزوال عاجلا أم آجلا مهما تجبرت وطغت وحاولت أن تطفئ أي شرارة من التغيير، فإن الشعوب مهما تعامل معها النظام الظالم ضدها وعمل أبشع الأشياء فإنها ستتحرر بأي سيناريو هي ترسمه لنفسها وتجده مناسب. وأسهب قائلة: إن الأنظمة الثيوقراطية الدكتاتورية الفاشية مصيرها إلى الزوال عاجلا أم آجلا، فهي ضد التطور الطبيعي ومسار الحياة، وكذلك كل من سار في فلكها، ولا يمكن عزل الشعب عن المحيط الكبير الذي حوله، وهذا ما علمه لنا التاريخ الذي لا يكذب مهما حاول البعض تدليسه وإخفاءه لبعض الوقت. النظام الإيراني بشقيه الإصلاحي والمحافظ لن يغير في سياساته الخارجية التوسعية والطائفية، لأنه يؤمن بمفاهيم تجعله بعيدا كل البعد عن الواقع مهما ظهر من كلام مما يسمون أنفسهم بالإصلاحيين كحسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآيلة للسقوط، حيث صرح أن المظاهرات سياسية وليست اقتصادية، وأن الإصلاحيين والمحافظين كليهما مخطئان، فروحاني يتطلع ليكون خليفة المرشد الذي بلغ 80 عاما، ولهذا حاول عند وضع الميزانية التي أعدتها حكومته استرضاء الحرس الثوري، إذ جعل لهم نصيب الأسد وكذلك المدارس الدينية والحوزة. لهذا لا يمكن لهؤلاء الملالي تغيير عباءتهم ومنطلقاتهم الفكرية مهما تلونوا وتشكلوا. أحد التوقعات لما يكون عليه الحال بعد زوال كابوس دولة الملالي هو قيام الجمهورية الإيرانية التي ستحميها وتقف خلفها المؤسسة العسكرية التي تراقب عن كثب ما يجري في إيران، لأن البدائل الأخرى قيام دول تستند إلى قوميات وأعراق غير فارسية، أو يكون هناك نوع من الكونفدرالية بين هذه المكونات. ولكنني شخصيا أرجح تحرك الجيش الإيراني لحماية الجمهورية الإيرانية. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية، وهذه المرة من صحيفة الرياض السعودية بقلم الكاتب مساعد العصيمي تحت عنوان صاروخ سعودي تجاه طهران. وبدأ كاتبنا مقالته بالحديث متسائلا: ماذا لو أطلقنا صاروخا باتجاه أي هدف عسكري داخل إيران؟ كيف سنتوقع ردة فعل العالم تجاهه؟ ووصل قائلا: ماذا لو أطلقنا صاروخا باتجاه أي هدف عسكري داخل إيران؟ كيف سنتوقع ردة فعل العالم تجاهه؟ الأكيد أن عددا لا بأس به من الدول سترى أن في ذلك ردة فعل على الصواريخ البالستية التي ترسلها إيران من الأراضي اليمنية على مدن سعودية، وأن الأخيرة تنتصر لنفسها. دول أخرى ستطالب بالتهدئة وضبط النفس،
كي لا يتسع مدى التشابك العسكري. أيضا لن نغفل أن من سيقفز منتصرا لإيران هم من أرباب الخنوع والتبعية، وفي الأخيرة الأكيد أنهم جميعا من العرب. بين الداعم والمحايد واللائم يكمن حق المملكة في الدفاع عن نفسها والطريقة التي تتخذها لهذا النوع من الدفاع، خاصة حينما يصل عدد الصواريخ إلى رقم كبير يصعب تجاهله ولا بد من إيقافه. والأكيد أن إيران ستخسر كثيرا إذا ما قامت هذه الحرب، فهذه الدولة عالقة بين براميل بارود متفجرة من شعوب لا تنتمي إليها تحتل أراضيهم، وفي كل اتجاه أذربيجان الجنوبية التي تحتلها إيران وتقع في شمال غرب البلاد، والأكراد في الشمال أيضا، والأحواز في الشرق، والبلوشستان في الجنوب الشرقي، وغيرها من أراضي الأقليات التي تضطهدها وتفرض التشيع والوضع الاقتصادي المتردي عليها. وصل الكاتب مقاله قائلا: البرميل الإيراني قابل للانفجار في أي لحظة، وأي حرب ليست في مصلحتها، لأن الشعب الإيراني أثبت أنه ينتظر الفرصة للإطاحة بحكومة الملالي التي استخدمت مقدراته لتمويل مشروعاتها الإرهابية، وما ثورته وتظاهراته التي بلغت أوجها مطلع العام الجاري لدليل على أن إيران وعبر حكومتها وملاليها بلد رخو قابل للسقوط في أي لحظة. فكيف إذا كان يخوض حربا مع بلد يفوقه عتادا عسكريا حديثا وقوة جوية تصنف بالأمهر والأقوى والأكثر في الشرق الأوسط؟ نحن هنا لا ننادي بدق طبول الحرب، لكن ما تفعله الدولة الفارسية بات يتجاوز حدود المعقول، في ظل أنها دولة منبوذة من العالم المتحضر، ليس فقط من برنامجها النووي الخطر على العالم، بل من اضطهادها لمواطنيها ولمن لا ينتمون للعرق الفارسي على أراضي إيران، وتدخلاتها في شؤون داخلية لدول كثيرة. ولنا أن نقرأ أنها لا تتمتع بعلاقات إلا مع الجماعات الإرهابية، كما مع الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والنظام الإرهابي في سوريا، أما مع باقي الدول فعبر العداء للمملكة كما تفعل الآن مع قطر. وتحدث كاتبنا في ختام مقاله أن حكومة الملال المتضعضعة تريدها حربا باردة مستمرة، واسترسل قائلا: ما يدركه الخبراء العسكريون وصرحوا به أن أي مواجهات عسكرية مع إيران ستكون إعلانا لسقوط دولة الملالي، لأسباب داخلية فيها أولا وموازين عسكرية ثانيا. ولذا نراهم اليوم حين أي وعيد من قبل المملكة يقفزون إلى التهدئة، كما في حكاية الصواريخ الأخيرة المرسلة من اليمن، والتي أعلن وزير خارجيتهم أنها من الحوثي ولا علاقة لهم بها. وما أدركته المملكة وتأكدت منه أن حكومة الملالي المتضعضعة تريدها حربا باردة مستمرة، في الوقت الذي تدرك فيه أن صبر المملكة سينفذ، وتدرك أيضا أن المملكة سائمت الصبر تجاه عبثها المتزايد، ولن يتوقف ذلك إلا بالمواجهة المفتوحة والصريحة، بعد أن وقفت تماما على أن ما تريده إيران هو استمرار للحروب بالوكالة لتوسيع نفوذها وإرهابها على الشرق الأوسط. نأتي بكم مشاهدينا الآن إلى آخر فقرات صحافة، وهي فقرة الرسوم الكاريكاتورية. نشاهد: We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، نصل بكم إلى ختام حلقة عرضنا الأسبوعي من حصاد الصحافة، متمنين أن تكون كل المواضيع قد نالت إعجابكم واستحسانكم من عناوين بارزة للصحف ومقالات الرأي وتحليل السياسي والموضوعات الاجتماعية والثقافية المختلفة. وفقرة رسوم الكاريكاتور كالعادة، نذكركم بأنه يمكنكم متابعة كافة برامج قناة عدن الفضائية على قناتنا عبر اليوتيوب قناة عدن الفضائية، أو زيارة صفحتنا عبر الفيسبوك قناة عدن الفضائية. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين، تقبلوا منا أطيب المنى. إلى اللقاء.